هذه سائلة أرسلت في سؤالي للبرنامج تقول أرجو من فضيلة الشيخ الإجابة على سؤالي. وسائلة إيمان تقول الصيام في الأيام التي قد أفطرتها وأنا صغيرة أيوة عمري 12 عام ماذا يجب علي أن أفعل بعدما بلغت فضيلة الشيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الجارية إذا بلغت فإنها يجب عليها الصيام والصلاة وسائر الواجبات، وبلوغها يحصل لأحد أمور: الأمر الأول الحيض، إذا حاضت فإنه يحكم لها بالبلوغ، قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار، والمراد بالحائض التي بلغت سن المحيض، وأقل سن تحيض له الجارية 9 سنوات، فإذا حاضت صارت امرأة وجب عليها الصيام والصلاة سائر الواجبات الدينية. فإذا كانت هذه الجارية تركت الصيام بعدما ظهرت عليها علامة البلوغ فإنه يجب عليها القضاء بعدد الأيام التي أفطرتها، وتطعم عن كل يوم مسكينا نصف ساعة من الطعام عن تأخير القضاء. وكذلك يحصل بلوغ الجارية بغير الحيض، يحصل بالإنبات ذات الشعر الخشن حول الفرج، ويحصل أيضا بالاحتلام إذا احتلمت وأنزلت منيا بالاحتلام، وكذلك يحصل ببلوغها 15 سنة. فكل هذه علامات للبلوغ، تختص الجارية بالحيض وتشترك هي والذكر ببقية العلامات. نعم.